يحاكي بذاءة السياسات الإسرائيلية وممارساتها، خرج قطيع من اليمين الإسرائيلي بمظاهرة مناوئة لمسيرة نظمها المواطنون داخل الخط الأخضر احتجاجا على الإرهاب الذي يمارس ضد أبناء شعبنا. نحن نقف إلى جانب قضية عادلة، هي قضية أبرياء يقفون تحت الحصار من عشرات السنوات، نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حق الذي العادل الذي يقف بجانب كل الدول. هؤلاء فاشيون، هؤلاء عنصريون، قضيتنا عادلة وسنستمر في هذا القضية حتى تحرير المعتقلين وحتى تحرير غزة من الحصار وحتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. هذا حق مهما مر التاريخ، فهذا الحق سيمر وسينجح رغم كل التقييدات، رغم ليبرمان ورغم نتنياهو. مقولتنا لليمين اللي عم يتظاهر هنا انه احنا اولاد هاي الارض، رح نبقى صامدين هنا لحد ما يصير حق العوده وحد اخر فلسطين يرجع على هاي الارض. بكل قواها هتفت الحناجر وتصدت لزمرة من المتطرفين جاءت لتشجع القتل والاحتلال والقمع الإسرائيلي الذي يستمد الدعم من شارع يدعم العنصرية.